نعم. يلا أبغاك تتكلم عن نفسك، نفس الشيء، من وين، عمرك، إيش تشتغل، وعن روتينك اليومي. نعم. يلا يلا أحاول أتكلم سعودي. سعودي. نعم. يلا. اسمي نشلون. أنا من أستراليا، أصلا من سنغافورة، و عمري 21 أو 31. أنا متزوج، عندي 4 أولاد، ما شاء الله بنتين وولدين. ما شاء الله. و نتكلم عن الروتين. حلو. نعم. روتين أصحى الساعة، بالعادة الساعة 6، و الساعة 6. أبو يحيى، الساعة 6 بالسعودي، 6 بالفصل. الساعة 6. أيوة، 6. طيب نعم، أصحى الساعة 6، أيوة. و أصلي صلاة الفجر، وبعدين وبعدين أذهب إلى أكل الفطور. وبعدين أكل الفطور و لا تقول أكل، أفطر. بعدين أفطر، لا تقول أفطر الفطور، لا أفطر خلاص. وبعدين أفطر. أفطر خلاص. أيوه. نفس معنى أكل الفطور وأفطر. لا شوف نفس أبي، المعنى. لا شوف، لما أقول أنا أكل الفطور، أنت إيش قاعد تسوي؟ والله جالس أفطر. بالسعودي زي كذا إحنا نقول جالس أفطر، لا تقول أفطر الفطور، لا جالس أفطر. نعم. أمس إيش سويت صباح؟ قمت من النوم وأفطرت ورحت الشغل. نعم. فهمتني؟ يعني ما تقول أفطرت الفطور، لا بالسعودي ما نقول هالكلمة، شوي غريبة. فالأفضل أفطرت، وبعدين أفطر أو أفطرت فاست. طيب؟ أفطر. نعم. وبعدين أفطر، و وبعدين أطلع أطلع للدوام. الدوام الساعة 8. ألو. صحيح. الساعة 8. ثمانية. الساعة 8. أيوة. 8. و وأطلع من الدوام الساعة خمسة. خمسة. و لما خمسة الساعة خمسة ولما أوصل للبيت يعني أستريح، و أستريح و أقول و أكل ال غدا. ممتاز. لما أوصل للبيت، شوف أقول لك إياها، لما أوصل البيت أرتاح أو أريح. أو أريح تقدر تقول لما أوصل البيت أرتاح أو أريح، وبعدين أريح. نعم. أريح.